جهزوا نفسكم للعملية الكبيرة يوم الخميس الجاي. البيت كله هيبقى فاضي مدة طويلة. البواب هيكون في البلد بعد بكرة. أنا عاملة حساب كل حاجة. مساء الخير يا ست المأمورة. مساء النور يا شامبو. بعد إذن حضرتك لو سمحتي، كنت عايزة كام يوم أجازة كده. إيه؟ راح تصيفي؟ اشتريتي مايو ولا إيه؟ نصيف إيه بس يا ست الكل، وإحنا نعرف الحاجات دي برضو. ابني هيتجوز. أنهي واحد فيهم؟ الطيب ولا البراوي؟ لا الطيب، دوكها متجوز من زمان. ألف مبروك يا ستي، ألف مبروك. الله يبارك فيكي. بس أنا بعد إذن حضرتك يعني كان ليا طلب. عايزة فلوس تحت أمرك، عايزة كام؟ لا لا، فلوس إيه؟ داخلك مغرقني، وأنا كنت أحلم أعيش العيشة اللي أنا فيها دي. ربنا يخليك، أمال عايزة إيه؟ أمور يعني كنت عايزة حضرتك والبنات حبايبي يحضروا الفرح. بنات يعني نحضر الفرح؟ يعني مواعيد شغلي ومواعيد شغل البنات. طيب احاول اقول لهم ونظبطها. والنبي يا ست الكل، والنبي عشان خاطري، نفسي كده اتباهى بيكم قدام اهل العروسه، وابني كمان يفرح بيكم ويتباهى. حاضر ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يخليكي، ربنا يكبر بخاطرك زي ما جبرتي بخاطري. طيب عن اذنك بقى اروح اخطف العيشه قبل ما انام. طب وليه تخطفيها؟ ما لسه بدري على الفجر، صلي براحتك. حاضر. لخطف العيشة. ايه